تسمعون بالمثل اللي يقول العين تأكل؟ العين مو بس تأكل، العين بعد تحس وتشعر وتشم بعد الأجواء ولا السلام عليكم الإخوة والأخوات، من تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدنا، ضغط على زر اشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي إعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو تا الآخر. تسمعون بالمثل اللي يقول العين تأكل؟ العين مو بس تأكل، العين بعد تحس وتشعر وتشم بعد الأجواء ولا أروع. هذا شو تسمونه هذا؟ حرشة. الحرشة عبارة عن إيش الحرشة؟ عبارة عن سميد وهيك وزيت وزبدة و... فنان الحرشة. وهذه؟ هذاك المسمن. المسمن بطحين أصفر والزبدة والزيت. حلو. وتحطوا عليها الآملو. الآملو ضروري. يا سلام. أو أو العسل. الآملو عبارة عن إيش؟ عن لوز مطحون وزيت أرقان. عاد الآملو قصة وقصة لحاله، طبق كذا، طبق يعني طبق دسم، طبق فاخر. مرحبا. تقدر تفطر على الآملو لحاله. شكرا جزيلا. يخليك، مرحبا بك. شكرا. مرحبا. طبعا الكتاب ذا جاني هدية، الخليفة وسكن، عجبني آدم وحواء، عجبني يعني عنوانه لكن ما قريته. شكل اليوم إن شاء الله أقرأه. والأجواء تتحدث. هنا البحر المتوسط، هناك ورا هذيك التلة اللي فوقها الغيوم يبدأ المحيط الأطلسي، وهذا جزء من مضيق جبل طارق. طبعا طارق بن زياد البطل فاتح الأندلس، فسموا بعد فتح الأندلس سموا المضيق على اسمه، وأيضا له جبل في الأرض في أراضي أسبانيا يسمى باسمه جبل طارق، لكن جبل طارق يتبع بريطانيا الآن. هذه من عجائب الجغرافيا والجغرافيا السياسية، أنه سبتة أرض مغربية تحت السيادة الأسبانية، وجبل طارق أرض أسبانية تحت السيادة البريطانية. واحد من أهم معالم المغرب صومعة حسام في الرباط، من بناها ملك الصوامع الثلاث أبو يوسف يعقوب المنصور البطل الموحدي صاحب موقعة الأرك الشهيرة في التاريخ، اللي أخرت سقوط الأندلس ردحا من الزمن. إذا أراد العظماء تخليد ذكراهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. فبنى ثلاثة مآذن، لذلك يسموه ملك المآذن الثلاث أو الصوامع الثلاث. بنى الخيرالدة في أشبيلية، والكتبية في مراكش، وصومعة حسان في الرباط. هذه المئذنة العجيبة احنا نرى نصفها اليوم، كان يصعدها المؤذن بالخيل للأعلى ويرفع الأذان. هذا المشروع لم يكتمل لسبب عجيب، لذلك إذا أردت أن تقوم بعمل خير أو مشروع قم فيه في حياتك، قد يأتي الورثة وما يكملون هذا المشروع. أبو يوسف يعقوب المنصور وفاه الأجل قبل أن يكتمل هذا المشروع. هذه بس بالمئذنة فقط، وهذه الأساسات في أكبر جامع كان يراد له أن يكون أكبر جامع في الرباط، ولكن وفاه الأجل. ابنه يوم جاء بعده كانت له رؤية مختلفة، فوجه الأموال إلى ناحية أخرى. اليوم في المغرب بنوا هذا الجامع الجميل لكن من غير مئذنة، هو المسجد الوحيد من غير مئذنة كي يعطي الاعتبار لمئذنة حسان اللي بناها الموحدين. لذلك يقول السلف: ما رأينا أعظم من مصيبة الميت، يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله. فإذا عندك صدقة، مشروع، مسجد سوه في حياتك قبل مماتك، قد يأتي الورثة ويكون لهم رأي آخر. من المعالم الشهيرة في طنجة مغارة هرقل، ولها قصة لكن قصة أقرب ما تكون للخيال، انه هرقل جاء هنا وقتل اسد واخذ التفاحه الذهبيه و و و و خياليه. لكن مغاره هرقل لانه اصلا المضيق كان يسمى مضيق هرقل، وتعرفون بحر الروم البحر المتوسط، فمكان استراتيجي، فكان يعني زي ثكنه عسكريه للبحريه الرومانيه، فسميت مغاره هرقل. لكن العجيب شوف، هذه المغاره نحتتها الطبيعه، نحتتها الامواج، كأنها قارة أفريقيا مقلوبة، يعني فوق في الأعلى جنوب أفريقيا، لكن لو دققت أكثر وكأنه رجل يصرخ. شوف هنا فوق في الأعلى راسه، وهنا أنفه، وهذا فمه فاتحه،
يستغيث ينادي. طبعا الأمواج يوم تضرب هنا في وقت يكون فيه رياح، اليوم البحر هادي جميلة جدا. الآن بنزور رأس سبارطيل، منارة رأس سبارطيل. حنصعد للأعلى اللي في الأسفل متحف اليوم، وحنصعد للأعلى سبارطيل. ما عاد نقدر كمل. وهذا جانب من جمال طنجة، عشان كذا يسمونها عروس الشمال. وأيضا المغاربة يقولوا إذا بغيت الجمال عليك بالشمال، هذا هو الشمال. هذه أفريقيا، وهنا أوروبا، أسبانيا، وهذا مضيق جبل طارق. المنطقة اللي حول سبارطيل مقاهي ومطاعم وجلسات رائعة على البحر والمحيط والمضيق. يا سلام على الرواقة. أتي مغربي مع فيروز مع هذا الجمال يا أبو. وين؟ في رأس سبارطيل. من هو سبارطيل ذا؟ سبارطيل واحد مهندس يا أبو فهد. بلجيكي. بلجيكي هنا.